السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. احنا لازمنا احنا ماشي نكونوا بين إسبانيا والبرتغال، احنا لازمنا كرة أرضية واحدة أخرى نروحوا لها، ما بقاش هذا المستوى هذا الهابط. تعرفوا بأنه باش نبداو ومن بعد نسمعوا معالي الوزير. سمعنا معالي وزير الري، والبارح كنا يخي مع وزير الري، وزير الري اللي قال لك الجفاف بسبب المروك، الاحتباس الحراري المروك، هذه هي. بعد ما كانت الأسباب تاع الاحتباس الحراري وزير الري فهمنا في هذه، اليوم راح نشوفوا وزير السياحة. أولا نهزوا واحد المعطيات، معطيات بسيطة، أرقام بسيطة، احنا ناس تاع أرقام كما النظام الجزائري. وتبون تبون تاني يحب الأرقام يجدك، تبون عاشق الأرقام. أيا قبل ما نروح للشهداء، عدد السواح مثلا في العالم كاين ترتيبها كعالمي، تأخذ فرنسا تلقاها نمبر ون، هما راهم كانوا يقولوا باللي راهم رقم واحد، الأعداء يكذبوا. عندهم في حدود السنة هذه في 2023 السنة الماضية في حدود 90 مليون، أكثر شيء 90 مليون. إسبانيا كانت 84 مليون، فرنسا قبل الكوفيد حطمت رقم قياسي تقريبا 91 مليون سنويا. فرنسا يجدك هذه راهي فرنسا، إسبانيا هاو تكلمنا. الولايات المتحدة الأمريكية الرقم شفته قبيل على ما أظن ما يتجاوز 80 مليون، 79 مليون على ما أظن في سنة 2023. أنا كنت دائما نظن باللي فرنسا هي الوجهة السياحية رقم واحد في العالم. أيا نسمعوا وزير السياحة الجزائري طراش يقول لنا إذا كان هذا صحيح أم هي فقط أكاذيب وترهات. بسم الله، وزير السياحة الجزائري لك الخطي على بركة الله. على كل السؤال تاعك الأول بما قلت، يعني ما هي قيمة المدخول فيما يخص، يعني فيما يخص السياحة، أعطيت لك أرقام قبيل، قلت لك استقطبنا أكثر من 300 مليون و 300 ألف سائح، ويعني حسب يعني المعايير الخاصة يعني المنظمة العالمية للسياحة، كل سائح مفروض عليه يعني أن يصرف 500 دولار يعني كيما كيجوز يعني ايام في عطله ولا اي شيء. حنا السائح كيجي نحطوا له على الراس لازمك تصرف 500 دولار. هي بطبيعه الحال هذه راهي اون استيماسيون، رقم تقديري انه كل سائح يصرف 500 مليون دولار حسب المنظمه العالميه للسياحه. هذا ماهوش مفروض كما يقول هذا، بصح هو لا وزن له بلا مواقف لا لغة عربية. ودرك نزيدو نسمعو شوية الكلام تاعو لأنه من بعد يحب يدارك الوضع. قال لك 300 مليون و 300 ألف شهيد سائح تاع شهيد مازال ما وصلنا لهاش، عن قريب تاع شهيد مازال شوي. شهيد مشينا من مليون ونص، بعد زدنا قال لك 2 ملايين ما عجبتناش، 3 ملايين ما عجبتناش، 4 ملايين ما عجبتناش، استقرينا في 5 ملايين، وزدنا لهم 600 ألف، وزدنا لهم 30 ألف باللارج، عندنا 5 ملايين و 630 ألف شهيد، و 300 مليون سائح خويا. الولايات المتحدة كامل جات عندنا، وحنا ما على بالناش، غزاونا. اولا ديروا واحد التحقيق، حنا نحققوا قادر واحد. اول شيء انصار النظام راح يقول لك حاجه، يقول لك ارواح حنا يا واحد العميل، يقول لك بالصحه دي راهي زلت لسان، ولو انه زلت لسان يقول لك 300 مليون و 300 الف، ماشي قال 300 مليون من بعد دارك 300 ألف من بعد راهو عاود 300 ألف من بعد قال لك 3 ملايين. درك نزيدو نسمعو. بصح احنا باش ما نظلموش الناس، انا قلت نروحو لوزير السياحه السابق نشوفو واش يقول على ارقام ماشي السواح درك المصطفين.
يا اخي هذا وزير السياحة زلت لسان، خاصنا نزيدو نسمعو من سبقه. بسم الله تفضل وزير. وطني واجنبي توفد على الولايات الساحلية 14، واقول هنا سائح، حيث ان المصطفين تجاوز عددهم 120 مليون على مستوى كل الولايات والبلديات الساحلية، كما ان الاحصائيات تجعلنا نستخلص 120 مليون خويا، 120 120 مليون مصطفى، واش ما صدقتوش ولا انتم على بالكم باللي الطابوره قادر يوصل عندنا طوابير مليونيه؟ احنا بالك حسبوهم في السواح، السياحه الطابوريه. كيفاش 120 مليون مصطفى صديقي وحنا 45 مليون نسمه؟ وانتم الناس تحسبوهم كل يوم داخلين خارجين ولا ما فهمتش؟ هذا وزير السياحه السابق، وزير السياحه الحالي قال لك 300 مليون سائح. انا ما فهمتش شو حكايتكم مع الارقام. استنى برك اذا لقينا واحد التصريح تاع تبون برك، بصح واش هو الاشكاليه تاعكم مع الارقام؟ عندكم واحد المرض هكا، ما عندكم مرض صعيب معالجته. فهمنا انه كلش تلصقوا هذاك الهوس متلازمه المرو، كاين واحد الامراض فهمناهم. استنى برك اذا لقينا تبون كي يهضر على السياحة، ملقيناهاش. كي يهضر تبون على السياحة السياسية، باسكو تبون قالك بلي في الجزائر عندنا السياحة السياسية. أنا قلت بلاك ندخلوا جماعة السياحة السياسية، السياحة الطابورية، ربما نوصلوا ندخلوا فيها الرئيس الإيراني كي جاي يصلي صلاة الشيعة في المسجد الأعظم. المهم بالك نوصلوا 300 مليون. كيفاش 120 مليون مصطفى السابق قال لك 120 مليون مصطفى الجديد قال لك 300 مليون سائح؟ دركا لازم اللي عنده شي عقاقر شي مهلويسات شي اخ غير يستهلكوا، باسكو راح مخك يحبس. اروح نكملوا مع وزير السياحه الحال يضرب. الخاصة يعني المنظمة العالمية للسياحة، كل سائح مفروض عليه يعني أن يصرف 500 دولار في يعني في يعني كيما كيجوز يعني أيام في عطلة ولا أي مفروض عليه سائح الجزائر يصرف 500 دولار. أضرب 500 دولار على 300 يعطيك مليار وست. كانوا 300 مليون رجعوا 3 ملايين و300 مليون دولار في الخزينة الجزائرية اللي دخلت. هذه يعني مشاركة قطاع السياحة يعني خارج يعني المحروقات. هذا دولار سي دولار اون اورو فوبوي دونك اون مويان. قالت له هي اون دولار، قال لها نورمال، قال لها اون دولار اون اورو، قال لها فوبوي كيما تحبي. تسمى بالنسبة ليه إذا قلنا مليار و600 مليون، اذا كانت بالدولار قال لها كيما لورو كيف كيف. على بالكم انتوما ما كنتوش على بالكم باللي الدولار واليورو متساويين؟ حسب وزير السياحه الجزائري وحسب تبون، واحد دينار يساوي 140 دولار. قال لها نورمال كيف كيف. قال لها واش بيك انت، واش السؤال التافه؟ قال لها خارج يعني المحروقات. هذا دولار سي دولار اون اورو دونك فوبوي دونك اون مويان الوغ اون مويان جي دي 500 اي 1000 دولار نو برونو لو مينيموم دونك فو ميتيبلي مع الاول قال لك 500 دولار دركا قال لك 500 و 1000 دولار. اصلا وش هو الكلام الهجين؟ بداها بالعربيه بعد بالدارجه بعد بالفرنسيه، كسر العربيه كسر الدارجه كسر الفرنسيه. الدولار يساوي الاورو، 300 مليون سائح، 3 ملايين و300 300000 ملتيبلي 500 بار 3 مليون 300000 فو زافي 1 مليار 600 1 مليار 600 بور لاني 2023. انا ما فهمتش بصح قضيه اللغه صراحه، انا دائما تحبس لي مخي. بداها بالعربيه من بعد ختمها بالفرنسيه، مع من راك تهضر صديقي؟ مع من راك تتكلم انت؟ انصار النظام راه من العاميه الجزائريه ما يفريوهاش فيها، راك تشوفهم كي يطلعوا باغي نسقسيك برك. انت راك كيف كيف الوزير نفس المستوى، جمله مفيده ما قدرش يركبها.
جملة مفيدة ما كانش. المصطفي 120 مليون وهنا دائما نرجعوا ل صراحة التصريح الأسطوري للرائد الأخضر بورقع رحمة الله عليه، هذا واحد من أكبر قادة الثورة التحريرية، جابها لهم من الأخر في تدشين المطار. سمعت باللي 10 ملايين السواح يجوا للجزائر بعد ما يكمل المطار. السؤال وشنو؟ كون يجوا للجزائر هادو تسمح لي هذه العبارة، وين يبولوا؟ ما عندهمش. خلاها لو مكاك الله يرحمه صراحة. تخيلوا هذاك الوقت، هذه في أنا ما أظن في 2017 هذا الكلام ولا 2018، في 2017 ولا 2018 كانوا يتكلموا على 10 ملايين سائح، ودرك الوزير راه يقول 300 مليون، بعد يقول 3 ملايين، بعد 300 ألف، 3 ملايين و 300 ألف، 300 مليون 300 ألف، ما فهمناش. تيري برك وذاك الوقت الرائد الخضر بورقع قال لهم كي تجيبوا 10 ملايين اللي كنتوا كانوا يحكيوا عليها في 2017، إيه وين تحطوهم؟ وين يقضيوا الحوائج تاعهم؟ او اين يتبولون بالعباره الشعبيه البسيطه؟ ما كانش ما راح يدعموميه في الجزائر صديقي. على بالكم باللي تروح لمقهى في الجزائر تقول له السلام عليكم، تقول له نحب نروح للمرحاض، يقول لك ما كانش المفتاح راهو عند بسم الله. شوفوا مانيش نشوف اللي اذا طالع واحد. طالع. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. ما باش نحكيو انا عمال الجزائر الجديده. الجزائر الجديده تحكي على 300 مليون سائح، تحكي على جمهوريه تندوف كيما تحب خويا. بصح انت اسكو عندك لي كاباسيتي باش تحكي انت ولا تعرض النظام؟ انت اول لا شونس جيت تخونتي يا خاين. اسكو عندك لا كاباسيتي انت كيما وزير السياحه خويا مخلطها داير العلم تاع فرنسا يا جدك. يحيروني جماعه علم هادو جماعه علم فرنسا، ومليحه انكم تحطوا علم فرنسا، انكم شاكرين لفرنسا انها وفرت لكم ظروف معيشيه احسن من المزبله اللي هي الجزائر الجديده. بصح انا الشيء اللي ما فهموش، علاش طلعوا تطبلوا النظام وانت اصلا حاط العلم الفرنسي؟ ها ولو كان طاقي وهذا في تعليق تلقاه حاط العلم الفرنسي عادي. حاجه مليحه انت غير تاع المروك. المروك هو حط العلم الفرنسي اللي قتلت لنا حسب تبون 5 ملايين و 630 الف شهيد. بصح يحكي على المروك، يسب المروك، فرنسا ما يهضرش عليها. المروك صراحه جو سي با واش راهو يدير تيك توك. اون تو كان كملوا يبان لي اللايف راهو استرجع الاخر تاعو، كان في 1.4 دوك راهو يطلع. راكم تضربوا على الشاشه على كل حال، يعطيكم الصحه، بلاكم فا ديبلوكي لو فاصون سينو ما نطولوش بزاف. اذا تيك توك موش راضي علينا حاولوا انتم ديروا اللي تقدروا عليه وانا ندير اللي نقدر عليه والله المستعان دائما. ما اشكاليه ولا حساسيه بزاف ما استغلوها هما درك عادوا يعرفوا بان يقدروا يبلغوا بالسبب هذا دونك ما بقاتش. لا مسافر تفضل عندك الحس. نعم عندي الحس. اي
السلام عليكم شوقي. وعليكم السلام خويا تفضل. اسمعني. انا نسمعو فيك برك. سؤال بغيت نسالك سؤال. باغي نسقسيك راك اول المشاركين تفضل. لا سؤال سؤال مانيش باغي نسقسيك، باغي نسقسيك تاعك هذيك. سؤال ماشي باغي نسقسيك فقرة عادي فقرة. لا ماشي ماشي لا معليش هذه فقرة تاعك. فقرة في اللايف اسمها باغي نسقسيك يعني معليش معليش. نعم سؤال من سؤال سؤال بغاف احنا الى من انصار النظام. انا عارفين احنا من انصار النظام. انت شكون؟ راك معترف باللي راك من انصار النظام. راك من انصار النظام. وتحيه عمي تبون وتحيه الجزائر. شحال في اخويا انت شكون؟ لا دقيقه دقيقه لا دقيقه انت الا راني سقسيك دقيقه. علاش راك باغي تسنى؟ عندك باغي تزوجني؟ الصوت الصوت للاسف الصوت الصوت ماشي باغي نتزوج صراحه. مادامك تقول في السن اللي راك فيه بل اللي راك في الاربعينات مازلت تقول عمي عمك تبون ما تعرفوش والديكم انتوما عندكم مشكل عندكم دادي ايشيوز وقال لي حاب تزوج واش ندير بيك انا اخويا؟ دير دير هيبه دير وزنه هيبه وما واقف روحك لعمرك ما يصلحش تقول لبنادم عمك. ريقل الصوت تاعك خويا ولا كونيكسيون ورجع معنا ان شاء الله مره اخرى نحاولوا نعالجوك من المرض هذا اللي عندك. انك خويا انا تيك توك هذا محبس لي مخي ما فهمتش اليوم واش راهو يدير. حارت له العدد تاع التبليغات درك. واش تيك توك راهو يسمع راهو درك راهو يقايس اسكو هذا راهو يقول في حاجه ماشي هكا اسكو فهمت انا الاشكاليه اليوم. عمو تبون يجد عمرو 40 50 60 سنه يقول عمو تبون. الدايره كاينه واحد ما نقدروش دوك ما نقدروش نسمعوا ولا شيء. السلام عليكم. مساء الخير تفضل خويا. عليكم السلام. ارفع الصوت برك تاعك مانيش نسمعوا فيك. يا ودي كون نرفع الصوت غادي ندخل لك مع التليفون. روح اخويا معليش راني نقرب ودني انايا. صح انت حياتك تفرح المغاربه. حياتي نفرح المغاربه. دقيقه اخويا مواطن جزائري حط اربع اعلام جزائريه لكنه الحلم تاعو منذ صغره هو الحصول على الجنسيه المغربيه المشاركه في كاس العالم 2030 كاس افريقيا 2025 وباش يروح يشري الحليب في اسواق مرجان في مدينه العيون في الأقاليم الجنوبية المغربية باش ما يشد الصف على الحليب في المدينة الجزائرية اللي راهو عايش فيها. حاولوا دعموا لنا الطلب تاعو باش يحصل على الجنسية. راهو هذا ما شدش خمس ثواني بلا ما يحكي على المغرب. راهو بالعبارة الشعبية الجزائرية البسيطة محرحر باش يحصل على الجنسية المغربية. شوفوا لنا معاه ما عطاوه شوية ورد ما عطاوك شوية ورد خويا يبان لي راه مدعمو ولد المخزن اسمه اللي راهو يعطيك الورد. راهو المخزن قرروا يعطيوك الجنسيه. مبروك عليك خويا الله يعرف فرحت له صراحه. شفتوا المخزن صراحه المخزن ناس ملاح كي يشوفوا واحد خمس ثواني ما شدهمش بلا ما يحكي على المغرب. لا يعطيوك الجنسيه نورمال يقدر لا. هيا تفضل كمل لنا رانا درنا لك الطلب. واش حاب تحكي عليا انا؟ ما ندير لا بالجنسيه المغربيه لا بالجنسيه واحده اخرى. نقريك في حاجه بلاك نحاول نفهمك في حاجه. خاصنا نغلقوا لك الميكروفون. شوف خويا كاين عندك لتحت انت راك هنا في المستوى الاكثر بعد ترتقي شويه المستوى انت احكي لنا على مستوى الاحداث برك هكا ما نقولوكش ما نطلبوش منك فكره ما نحكيش على المستوى ما يقدرش مسكين ما عندوش حبه حمص في الراس. شكرا لك اخويا نهبطوك تسب في التعليقات والمخزن راهم تهلاو فيك بالورد. شكرا يعطيكم الصحه المخزن ويبان لي راهي تقبلت انت الطلب تاع الجنسيه تقبل. ايه
قيس قيس شوف اللي يحب جنسية هنا مغربي يطلع برا، يطلعوا يا جماعة احنا رانا، شوف انا راني فاهمكم انتوما وكرهتوا من الطوابير على بالي. انا بالك دوك اسواق مرجان كي تحلوا في العيون راه انصار النظام الجزائري درك ولا الحلم نضل انا تاني غلطت نضل نورينهم في العيون هذيك. زاد طلع معنا البارح خونا اللي عايش في المغرب، زاد ورانا شويه الفيديو تاعو في العيون يديروا الطابور على الجنسيه المغربيه، خونا رياضي ربي يحفظه. سنات راشده لقينا